ويقول في سؤاله الثاني صاحب الفضيلة: ما نصيحتكم للشباب الذين لم يتزوجوا خاصة مع كثرة الفتن؟ إذا كانوا يخافون على أنفسهم من الفتنة وهم يقدرون على الزواج فإنه يجب عليهم الزواج. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجه. فإذا كانوا يخافون من الفتنة وعندهم مقدرة على الزواج فيجب عليهم التزوج لأجل حماية أنفسهم من الفتنة، وإذا كانوا ما يقدرون على الزواج فعليهم بالصبر والابتعاد عن أسباب الفتنة حتى يغنيهم الله من فضله، الاستعفف بالذين لا يجدون نساء حل حتى يغنيهم الله من فضله. استعفف، استعفاف معناه اجتناب اسباب الفتنه والابتعاد عنها،